من الأشياء التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته رعاية الشباب. كان له معاملة خاصة مع الشباب، اهتمام خاص بالشباب، لأن الشباب هم الطاقة والحيوية التي تتجدد في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث شابا، وأول من آمن به الشباب، وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، إني بعثت بالحنيفية السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. أول من آمن بالنبي الشباب. فهذه الأمة ونهضتها العظيمة قامت على الشباب أصلا. لما فتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم خلف عليها، أي ولى عليها، عتاب بن أسيد، كان شاب عمره 21 سنة، كان يدير مكة كلها في عهد رسول الله مع وجود الشيوخ والكبار في السن. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجل نائب عنه في تعليم الناس ودعوتهم في المدينة قبل أن يهاجر إليها، أرسل إليها شاب مصعب بن عمير الذي كان سابقا مدللا، والإسلام رفعه في مستوى التفكير والحياة حتى صار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مهمة، كانت مهمة مصيرية بالنسبة للإسلام كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على عاتق واحد من الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشباب في منصات القيادة، حتى في العلوم كان يسأل ابن عباس وهو شاب صغير جدا في 15 أو أدنى من هذا، كان يجعله يشارك في تفسير القرآن وفي تفسير الآيات. كان يقول: أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل توفي في عهد عمر 33 سنة، يعني كان في ذلك الوقت أيام الحبيب ربما 25 أو ما يقاربها. هذه كلها أعطت صورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم في الشباب. أسامة بن زيد عقد له رسول الله راية في قيادة جيش من الجيوش العظيمة، وكان عمره 17 سنة. لو أنزلنا هذه الشؤون اليوم على واقعنا لوجدنا كثير من الشباب لا يعرفون أدوارهم الحقيقية. لو لاحظنا الكلمات التي قالها رسول الله للشباب لوجدناها كلها توجيهات رفيعة جدا تعطي هؤلاء الشباب حافز للانطلاق في هذه الحياة. راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاندفاع عند الشباب، وراعى عندهم شيء من الرعونات. لما كان في مكة صلى الله عليه وسلم في قرب مكة وأذن المؤذن، سمع جماعة من الشباب والأولاد يهزؤون بالأذان ويقلدون الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوهم. كانوا 10 أشخاص، قال: ادعوهم. فجعلهم يؤذنون، قال: أريد أن أسمعكم تؤذنون. فأذن واحد بعد الثاني، قال: إني سمعت منهم صوتا حسنا. فلما سمع صاحب الصوت وكان اسمه أبو محذورة، قال له صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الحرم فأذن. فعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن الحرم المكي، أقدس الأراضي على الإطلاق وأعظم المساجد على وجه الأرض. مباشرة كلف هذا الولد، كان قبل قليل كان يستهزئ وكان يسخر وكان عنده صوت جميل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أعطاه المسؤولية. هذه كلها تعطينا إشارة نبوية أن الشاب عندما يعطى المسؤولية وعندما يوضع في محلات الصدارة يبدع ويحاول أن يثبت نفسه ويثبت نجاحه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتوجيه الشباب لإصلاح حياتهم. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الشباب عندهم هذه الغريزة، وأن الإنسان إذا اندفع مع غريزته نسي عقله. والشاب غالبا ما يكون أميل إلى العاطفة، كما قال في الحديث الآخر: أرق أفئدة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب أن يدفعوا غرائزهم في الحلال لتتفرغ عقولهم للإحسان مع الله سبحانه وتعالى في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الخلائق إلى الله شاب حسن الوجه. هذا الشاب صرف شبابه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الشاب الذي
ينفق شبابه في الله وفي طاعة الله يكون له منزلة عالية عند الله. قال صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله. لو وضعنا هذه الكلمة بين قوسين وعرفنا كيف نعامل الله في شبابنا لخرجت أمة من الشباب تنتهض بهذا العالم إلى حالة أفضل من الحالة التي نعيشها اليوم. اعتنى صلى الله عليه وسلم حتى بالفتيات. لما كان ذاهب إلى خيبر جاءته فتاة اسمها أمية المخزومية، قالت: يا رسول الله أحملني معك. قال: ما تصنعين؟ قالت: أحمل الماء وأعالج المريض. فحملها النبي صلى الله عليه وسلم وعملت ما عملت في خيبر. لما انتهت الغزوة قلدها رسول الله قلادة، فكانت هذه البنت تفتخر أن هذه القلادة ألبسها رسول الله بيده، وتقول لصاحباتها لما كبرت: إن أنا مت فادفنوها معي، لأنها كانت تفتخر بمكافأة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق تبوك رأى الصحابة شاب يرعى الأغنام، قالوا: لو كان هذا الشاب في سبيل الله لكان خيرا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم لعله قائم على أهله فهو في سبيل الله، أو على نفسه فهو في سبيل الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن أدوار الشباب في هذه الحياة، منهم من له دور اقتصادي، منهم من له دور علمي، منهم من له دور في الجهاد، ينبغي أن لا نحقر أو نصغر دور أي أحد من الشباب في هذا العالم، لأن كل واحد يقوم بمهمة وبدور عظيم في هذه الحياة.